سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخوة الإسلام، بعد أن أوردنا بعضا من الأبواب المتلازمة في بحر الأخلاق الفاسدة والمفسدة في مجتمعاتنا، نتحدث اليوم عن بلسم لتلك الأمراض. وكلنا نعرف أن الأخلاق الحسنة هي القلب الناضج بأي مجتمع. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومن الأدوية الناجحة لتلك الأمراض والأوبئة وآفاتها الفساد الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. الله سبحانه قد عرف نقائص الإنسان ومواضع الضعف فيه، ولأن الهوى والنفس والشيطان والدنيا قد يجبوه إلى ارتكاب المعاصي، يقول سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ويقول أيضا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن هنا فهو سبحانه الرحيم بعباده القائل في كتابه المحكم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قد أعطى للإنسان فرصة ووسيلة لتدارك تلك النقائص والهفوات والزلات التي قد تطرأ على الإنسان، ألا وهي التوبة والأوبة إلى الله سبحانه، إقرارا له بالعبودية واعترافا له بقدرته وقوته. وهو عز وجل قد وعد لمن تاب واستغفر ليس فقط بالمغفرة، ولكن أيضا بالرحمة والنجاة الدنيوي والأخروي. يقول سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصرا. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام يا كريم، إنا نسألك الجنة بلا عمل عملناه، ونعوذ بك من النار بلا ذنب تركناه، ونسألك بسترك الذي لا تشيله الرياء ولا تخرقه الرمى أن تسترنا في الدارين وأن تحفظنا فيهما بجاه عبدك وخديم عبدك. آمين يا رب العالمين. bay sante yalla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne sun borom mo nu digal li julli ci mom te yamu ci digal nu ci waye digal nu yebbu ci digal nu ko waye da ca defal ko bopom and ak ay malaika am def ko ngir won nu daraja ak tollu way bi nga xamne mom la julli ci yalla nabi sallallahu alayhi wa sallam am mu don lo xamne lu mata baye xel la lu ma di def la itam sawati na jamono ji nga xamne mom lañ nek dañu xamne jamono jo xamne Yeah.
adam rek mo nugo yobbe ak rëccëm waye doon lo xamné suñu djublu la wala mo ray suñu djublu itam suñu mata di kep la kon tayaw dopp bu kenn ndax liñ koy won moy suñu borom dafa wax ci alquran né man bi duma toñ kenn toñ yel ak nu mëna tuti boy tuti waye nak kuma defal dara budé ben bu baax dama la koy fural waye mu di lool dafa rek mo nugo fulélé ba noppé tam da la ci ragal lo xamné ak fay bu reey la kon koku xam nañ ne am na yeurmane ak Thank you.